احنا معانا التليفون علشان لو الناس حابه يعني تمام ما فيش اي مشكله تاخد فكره اكتر يمكن ازاي توصل للجهاز 19588 الخط الساخن لجهاز حمايه المستهلك على الشاشه مع حضراتكم. اتفضل. الاليات التواصل مع الجهاز معروفه وموجوده من خلال الرقم المختصر 19588 او من خلال خدمه المواطن الرقيب عبر الواتساب 0128-166-1880 على مدار اليوم أو عبر تطبيق الموبايل أبليكيشن أو صفحة الجهاز أو من خلال أي المواقع. أي حد من السادة المواطنين لا يتردد لحظة في الإبلاغ عن أي ممارسة سلبية قد تضر بالسوق، قد تضر بالمستهلك، قد تضر بصحة وسلامة المواطن، لأن الشخص اللي ممكن يتخاذل وما يبلغش عن هذا قد يكون هو أحد المضرورين من هذه السلع. أنا هنا بقى عايز أقول كلمة مهمة، ممكن يتصل مرة ومحدش يرد، مرتين، ثلاثة، إحنا ممكن نعدي العشرة وهنا المواطن مطلوب منه إنه يتكلم أكتر، لأن إحنا عندنا دلوقتي نقطة فارقة تكلمنا عنها قبل الفاصل، إن عدد العاملين داخل الجهاز 250 شخص، وده المركزي، يعني ده اللي بيتلقى كل الشكاوى من كل المحافظات. تمام. فبالتالي الناس مطلوب منها انها، لان طبعا بيجي لنا شكاوى ان الجهاز مش بيتجاوب او مش بيرد عليهم، هو مطلوب ان احنا بس يعني ناكد على الاتصال، لان في النهايه زي ما قلت المواطن عنصر اساسي في الجهاز، لانه رقيب على حاله وحال غيره اذا وقع في ايده قضية خاصة بيه، حياتنا بالمستهلكين خاصة بقى بمنتجات غذائية، منتجات ملابس، أي شيء يعني ممكن يكتشف ناس بتعيد صياغة منتجات بطريقة طبعا تضر بصحتنا. احنا طبعا الحرج الادبي اللي بيبقى بين الناس ان هو يشوف حد بينتج حاجة مخالفة في العمارة اللي هو ساكن فيها او كلام من ده، هو بيساعد هذا الشخص في الإضرار بالسوق، في إضرار بصحة وسلامة المستهلك. لا يتردد لحظة، لأنه كده بيحمي المجتمع، بيحمي نفسه، هو بيترددش، بيؤدي هو ممكن دور وطني، يلاقي نفسه يعني مش واصل للجهاز أو مش واصل للمسؤول، فهنا بيقول على طول أنا عملت اللي علي. لكن العاملين جوه يعني بيحاولوا يوفوا، لأن الأعداد إن شاء الله هتزيد زي ما إن شاء الله بإذن الله، لكن في الوقت الحالي العملية لسه محتاجة يعني، لا بس الحمد لله هو فريق يعني العمل محتاجة تأكيد برضو من الشكاوى إنها تفضل مستمرة، يبقى في مثابرة شوية. حضرتك كان 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 الكول سنتر بيعمل الساعة 3 مساء، أصبحنا نعمل على مدار اليوم بفريق عمل برضو عنده إرادة إن هو يتلقى شكاوى المواطنين، يؤدي دوره بقوة. يعني يمكن آخر حاجة يعني أنا فضيلة المفتي جه زارنا، خليته قاعد معاهم عشان يعرفهم قيمة هذه الرسالة اللي هو بيأديها. يعني هو قال لهم إن دي من أفضل العبادات اللي أنت بتأديها، فما بقاش طبعا كان يهمني ان هم كلهم يبقوا مؤمنين بهذا الدور وبقيمه هذا الدور، لان مطلوب منهم ساعات اطول من المفترضه. طبعا طبعا هم بيعملوا كده فعلا. ها. يعني طيب الواتساب كمان كده ممكن يعني الناس تبعت طبعا على مدار اليوم، بس ممكن ما يتردش عليها الوقت ما يعني. لا يا فندم، هي خلاص في سيستم الواتساب. الواتساب خلاص هو موجود على مدار اليوم لحضرتك بالمستندات، انا استطيع ان انا ارسل المعلومات اللي عندي او الشكوى بالمستندات، وبيترد فوري على المواطن مرسل الشكوى برقم شكوته بكل البيانات كود. واذا كان مطلوب منه مستندات بيقول له من فضلك ارسل المستندات. يعني اقدر اقول يا سياده اللواء ان الواتساب اسرع على مدار اليوم؟ اسرع طبعا، اسرع من التليفون. وبعدين خلاص بقت سيستم سهل وبسيط. هو طبعا سيستم سهل بس هو افضل من التليفون، اسرع، لكن الكول سنتر موجود على يعني شغال على دوره. احنا عملنا حاجه يعني ما انتهاش، لكن ممكن ما يعني ما نلاقيش رد، لكن الواتساب اسهل. احنا موجودين، احنا لما بنتحرك بنروح لاهلنا في المحافظات، ده بياكد ان احنا اللي بندور وبنسعى، وده توجه الدوله، الاهتمام بالمواطن. المواطن هو محور اهتمام طبعا كل الاجهزه. احنا عملنا فكره جديده ثانيه غير سيارات الضبط القضائيه، في منافذ الكترونيه لتلقي شكاوي المواطنين. حضرتك هتلاقيها في، احنا افتتحنا اول منفذ موجود في بورسعيد في اطار توجه الدوله وتوجهات السيد الرئيس بمنظومه التحول الرقمي في المنطقه التجاريه. منفذ الكتروني زي شاشه الاي تي ام،
بالرقم القومي برقم التليفون، بقى ادخل في اي وقت على مدار 24 ساعه احط الشكوى اللي انا بتضرر منها، على الفور بيتواصل مع هذا الجهاز، بيعطي المواطن ريسيت بالايصال بالشكوى رقم الشكوى، بيبعت له رساله على اس ام اس على المحمول برقم محمول بيقول له شكوتك رقمها كذا، لو عندك مستويات ارسلها على رقم الواتساب الفلاني. موجوده، هتبقى موجوده في حضرتك هتجديها في المطارات، في محطه سلك حديد مصر، في محطات مترو الانفاق، في جامعات، بدانا بثلاث جامعات، جامعه القاهره وجامعه عين شمس وجامعه المنصوره، امام المولات الكبيره هتبقى موجوده، وموجوده برضو مش باللغه العربيه فقط، بكل اللغات، لان انا بخاطب في اطار توجه الدوله لتشجيع السياحه والاستثمار، بخاطب السائح اللي موجود لما يبقى عنده مشكله اكد له ان هناك دوله قانون، ان هناك قانون لحمايه المستهلك، ان هناك اجراءات تتخذها الحكومه لحمايه المستهلك السائح باللغه الاجنبيه، يستطيع ان هو يضع شكوته ويلاقي حد يتواصل معاه باللغه.